أنا سعيدة بالثقة دي يا سيف، وأنت يا تقى بتجيبي لي مشاكل زي ما أكون أبلة أمينة السعيد. مش حضرتك اللي بتشجعيني يا أبلة، كلنا بننظر لحضرتك على إنك أخت كبيرة بتجمع بين الخبرة والثقافة بس عشان يمكن تغير رأيك بعد ما تسمع كلامي. ربنا يستر. أنا ست دقة قديمة بغلب الصراحة على المجاملة، هي عندها حق تشك فيك، أنا شخصيا بشك فيك. أولا أنت مش دغري ومش صريح، والدليل واضح من اللي حصل الليلة. أنت معرفتش تقنع حياة بنفسك، فرحت تدور من وراها على حد ممكن يقتنع بحكايتك ويكون له تأثير على هيا. واسمح لي، ده أسلوب ملتوي. يا أبلة أنا كنت محتاج لحد يسمعني ويشور عليا، وست بالتحديد عشان تقدر تفهم نفسية الست اللي زيها. وللأسف أختي الكبيرة ثقافتها محدودة، وموقفها كزوجة لأخ مراتي بيجعلها طرف في الموضوع. طيب نسيب النقطة دي ونخش في صلب الموضوع. أنا مش مقتنعة بمبرراتك في الجواز من واحدة ما بتحبهاش، وزي ما بتقول جهلة وما فيش أي تقارب بينك وبينها. حتى بعد ما قلت لحضرتك إن ابن عمي وجوز أختي الكبيرة هو اللي مربيني تقريبا، وبيعتبر جوازي من أخته رد للدين، ولو رفضت أبقى جاحد وناكر لجميل، وبعد ما قلت لحضرتك إنه هدد أختي وبصراحة يا جوازي من أخته وطلقها. جوز اختك ده بيشتغل ايه؟ ده تاجر مواشي في البتانون. يعني راجل مقتدر. جدا. ولاده كبار ولا صغيرين؟ هو عنده ولدين في الجامعة. وعايز تقنعني ان راجل كبير بالشكل ده ممكن يخرب بيته وبيت اولاده عشان يجوزك اخته؟ ما هي المسألة بالنسبة له مسألة كرامة. في دي يمكن عندك حق، حكاية الكرامة والعنجهية عند واحد زي ده ممكن تبقى إشكال. حسيتي بقى حضرتك بالورطة اللي أنا فيها؟ أيوة يا سيف، على العموم سيب لي الموضوع، أنا هتكلم معها هي وربنا يوفق. بس أنت ما تقول لهاش إني عرفت حاجة. أنا متشكر جدا. تتفضلي معايا يا أنسة تقى أوصلك بالعربية؟ لا، هتسيب لي تقى، أنا عايزاها. طيب أستأذن أنا. مع السلامة. مش مقتنعة، مش كده؟ ولا حرف، بس على الله بقى غلطانة. بصراحة أنا قلقت إن طلبوا يقابلني في وقت زي ده، قلت أجيبه لحضرتك بقى تتصرفي معاه. هو كله على بعضه يقلق. عملت طيب إنك جبتيه هنا. وحضرتك ناوية تعملي إيه؟ هتكلمي هيا فعلا؟ لا، أنا مش محتاجة أتكلم مع هيا دلوقتي، مش قبل ما أعرف كل اللي عايزة أعرفه. أنت كمان ما تقوليلهاش إني أعرف حاجة. حاضر، اقول لحضرتك تصبحي على خير وانتي من اهلي. تقى، انتي مش كنتي جايه النهارده عشان تقولي لي حاجه؟ لا، مش اللي نادي بقى يا قبله، خبطتك في الراس توجع. تصبحي على خير وانتي من اهلي. فاقل من نص المهله يا باشا وكل شيء جاهز. سمعني الاخ الكبير. شيشه باشا حطها عندك. كمل. الكابتن امجد هاشم غرقان في ديون لشوشته، عنده مشكله في القلب ولازمه عمليه كبيره في لندن. جميل. غيره؟ الاخ الوسطاني الباشمهندس اكرم هاشم، مركز في شركه الكنال في الاسماعيليه، له تجاره في بورسعيد، ويمكن بقول يمكن يكون له في التهريب، متجوز اتنين وفاتح بيتين، واحد في الاسماعيليه والتاني في بورسعيد. حلو، اشجيني. الاخت الصغيره شهره، متجوزة راجل أكبر منها بعشرين سنة، بتشتغل له ممرضة ومربية لولاد الكبار. اركنها وخش على المهم. الست حكمة هاشم ذات نفسها، ما اتجوزتش، كان مكتوب كتابها زمان لواحد سابها وطفش على بره بعد ما حصلش. بايع العهد يا ولد. بس في اتنين رجالة بيحوموا حواليها. هما مين؟ الدكتور فؤاد زاهر، طبيب كبير عارف، دكتور على الخصوصي ولازق لها بقاله 25 سنة. طب والتاني؟ قبطان على المعاش، ساكن في الشقة اللي جنبها، اسمه وجيه الطبجي، عازب يا باشا، وكل يوم الصبح ينزل معاها يعملوا رياضة على الكورنيش.
شفت جالك كلامي؟ عرفت ان مفيش بني ادم مالوش حيطه واطيه تنط له عليها وتطوله؟ دول عيال عفاريت، انا مش عارف انام يا حبيبي. ليه طول الليل مدورين الفيديو او بيسمعوا؟ انا مش عارف اعمل معاهم. الحقيقه انت مش هتقدر عليهم، لازمك واحده مربيه او واحده ست كبيره كده تخلي بالها منهم. والاقيها فين؟ دور انت من ناحيتك وانا من ناحيتي برضو هسال معاك. يا ستي كفايه عليكي مشاكلك، انا لسه كمان هحملك بمشاكلك. بصي هاي، ما بتجروش ليه؟ الجري احسن، ما بيديش فرصه للرزق. شايفه الولد ده لازم يتشد من ودنه. صباح الخير يا شاكر بيه. وسهلا، صباح النور يا هاني. انا مش جايه بس عشان طلبتني، انا كنت جايه عشان اشكرك على الموقف النبيل اللي وقفته في النقابه امبارح. ده واجب يا هانم، وارجوك ما نتكلمش فيه كتير. اتنين قهوه مظبوط يا مدحت. انا حقيقي اسف اللي سيبتك المدرسه. اكيد في سبب قوي جدا، ارجو انك تعتبريه كده. انا هاخد اجازه معاشي من بكره ان شاء الله يا استاذه حكمت. احنا هنفتقدك قوي قوي يا شاكر بيه. الحقيقه حضرتك نوع نادر من القيادات، واحنا هتسيبنا في وقت احنا محتاجين لك فيه قوي. بأسباق مشاعر يا هانم، وكل واحد بيجري شوطه ويسلم المشعل اللي بعده. وحقيقي انا سعيد جدا انك هتاخديه مني. ده شيء سابق لاوانه يا فندم. اهو ده اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. انا كمان ساعه هعمل زياره وداع للسيد المحافظ، وحزكيكي وراجل الى حد ما بيحترم رايي، بس انت عارفه بقى الضغوط اللي بيمارسها الجماعه. يا عارفه يا فندم، لكن انا باكد لسيادتك اني معلش اسمعيني للاخر. احيانا يا حكمه هانم، الانسان قدام مصلحه عامه او هدف مهم بيسعى لتحقيقه بيضطر لاتخاذ اسلوب ما هوش بلعه قوي. انا عارف طبعا شخصيتك واضحه ومستقيمه، وعارف كمان ان رغبتك في الترقيه مش عشان المنصب في حد ذاته، عشان تحاولي تعممي التجربه الناجحه اللي حققتيها في دور المعارف. بالظبط يا فندم، ولو اني ليا هدف تاني، الترقيه حق وانا ما تعودتش اتنازل عن حقي. ده بالتحديد يجرنا لمربط الفرس. انت عارفه طبعا ان الترقيه بالاختيار، وان المساله مش بس بالاقدميه، وعارفة كمان ان الاختيار هنا بموافقة اتنين، المحافظ والوزير. مفهوم يا فندم. السيد الوزير شبه مضمون لانه متحمس لك اكتر مننا. والسيد المحافظ هو المشكلة؟ ادخل. مش بالظبط، السيد المحافظ بيشيد بيكي جدا، لكن بقى اخيرا حكاية بنت الرشيدي يعني سببت شيء من سوء الفهم. اتفضلي القهوة. والمطلوب مني؟ ده مجرد اقتراح مني انا شخصيا، زيارة ودية للسيد المحافظ. بيني وبينك هو نفسه فيها، هو دايما يقول لي يعني ايه الست حكمك مستكبرة عليا ليه؟ قلت ايه؟ الحقيقة يا استاذ شاكر كلامك منطقي، المجاملات الاجتماعية مش عيب، لكن المشكلة هنا انها مرتبطة بموضوع الترقية. ما تكلميش فيها خالص. ايوه بس هيتفهم ان انا رايحه عشان كده. لا يا استاذ شاكر، انا مش هقدر. الترقيه دي حقي، مش بحكم الاقدميه وبس، بحكم الاختيار نفسه. لو الوزاره والمحافظ لقوا افضل مني بشكل موضوعي، انا مش هزعل، وهكون اول واحده اروح ابارك للي هيختاروه. لكن لو ما لقوش افضل مني يبقى حقي، ومش محتاجه ان انا اروح افكرهم بيه. يعني ايه يا حاج؟ كان كلام عيال؟ سبحان الله يا باشا، مالي وانا حر فيه؟ محدش قرب لمالك. احنا بنتكلم في مساهمه انت كتبت لنا بيها جواب رسمي، واحنا حطيناها في ميزانيه المشروع. دول 250 الف جنيه يا باشا، يعني ربع ارنب. وظروف السوق اتغيرت دلوقتي، وانا ماليتي اتاثرت وما اقدرش ادفع مبلغ زي ده منها دلوقتي. يا سلام، عايز تفهمني انك حاج عوض الله بجلالة قادر ويخسع في ربع مليون جنيه لما السوق يتغير؟ انت السوق لما يتغير معاك تفرق 4 5 مليون، مش ربع مليون. ماشي، أنا مش هقول لسعادتك لا، لكن ما تنساش إن أنا بشر. إزاي نفسي تطوعني أدفع مبلغ زي ده تبرع للمحافظة اللي ما قدرتش تحافظ على بنتي وتحميها من الفصل؟
أنا رينا ساعات الباشا تعبانة، أعصابها تعبانة، وخمسة دكاترة بيعالجوها. ما أنت عارف يا حاج، ده قرار وزير. ويا ريتها جت على حد كده وبس، إلا سمعت كمان إن حكمة هاشم عاوزين يرقوها. أنا لو حصل ده يا سعادة الباشا، أنا مش هسيب اسكندرية وبس، أنا هسيبها وحرق نشاطي كله منها. لا، أنت كده بتخلط الأمور ببعضيها، وكلامك فيه شبه الضغط، أنا مش هضمها. المصالح هي اللي بتاكل وبتهضم يا سعادة الباشا، وأنا برضو هفضل محسوبكم. الكلام اللي أنت قلته لي ده خطير جدا يا أستاذ. أنا ما بدعيش على حد. الجواب أهو. اتفضل استريح. اتفضل يا استاذ الورقه دي وادي القلم. ايه دول؟ هعمل بيهم ايه؟ الكلام اللي انت قلته لي ده هتكتبه في شكوى رسمي. قوي. باسم مين؟ اتفضل اكتب. السيدة المربية الفاضلة مديرة مدرسة نور المعارف التجريبية بنات. ادي اول انتاج لفرقة الطوارئ يا حضرة المديرة. مش وقت بقى حضرة الوكيلة. حضرتك لاحظت الكلام ده من امتى؟ من حوالي شهر يا سيادة المديرة. يعني من أول ما بدأ نشاط الفرقة. خير يا سيادة المديرة. اتفضل اقرأ. ايه دول؟ دي شكوى من الأستاذ محبوب، وده جواب غرامي كتبه لك بنته. ليه أنا سيادة المديرة؟ انت لقيت الجواب ده فين يا استاذ محجوب؟ في قلب كتاب الكيمياء يا استاذ. حضرتك متاكد ان ده خط بنتك؟ وانا هتوه عن خط بنتي؟ كويس، يعني مش خطي ومش انا اللي بعته. انا بنتي عمر ما كان لها اهتمامات بالكلام الفارغ ده، وعمر ما كان لها اهتمامات زي بنات الايام دي. لكن فجاه ومن شهر واحد بس، ومن يوم ما جه الاستاذ عشان يديها دروس التقويه، والبنت حالها انقلب. بقت سرحانه على طول، عندها وخم، فاتحه الكاسيت على طول وحطها على ودنها. ما شكت، انا كمان شكيت، خليناها خرجت بره ودورنا ولقيت الجواب. طب انا مسؤوليتي ايه يا استاذ محجوب؟ اسال نفسك يا استاذ. واحنا اللي قلنا ان بقى فيه ضمير، وان المدرسه حست بان البنات محتاجين لتقويه، فبعتت المدرسين لحد بيوتهم. وده اللي مقصود فعلا يا استاذ محجوب. انا مصدقك يا استاذه، لكن ما دام في مشروع زي ده بعت لنا شبان ليه؟ مفيش مدرسات؟ احنا راعينا على قدر المستطاع انه يكون نفس المدرس اللي بيدي الفصل عشان يعرف حالة التلميذة، والاستاذ اشرف هو اللي بيدرس لبنتك الكيمياء. يبقى كان لازم تعلموهم الاخلاق الاول. لا لو سمحت لحد هنا كفاية، انا اخلاقي فوق مستوى الشبهات يا استاذ محجوب. حضرتك اقعد مع بنتك وشوف ايه اللي خلاها تكتب جواب زي ده وكتبه لمين. يا حضرة المديرة الجواب ده ما فيهوش اي اسماء، البنت كاتبه في اوله الى استاذ العزيز. باباها لقى الجواب موجود في كتاب الكيمياء فاستنتج انها ممكن تكون بعتهولي. انا كمان كان ممكن اشك وافتكر ان البنت كاتبه لي الجواب فعلا لو كنت لاحظت عليها اي حاجه، سواء في الفصل او اثناء درس التقويه اللي كنت بديهولها في البيت. لكن بالعكس ما حصلش. ايمان كانت عاديه جدا، عمرها ما خرجت بره موضوع الدرس ولا لمحت تلميح كده ولا كده. عمري ما لاحظت انها سرحانه او مش مركزه. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محجوب، انا لما اخترت ايمان من ضمن البنات اللي محتاجين دروس تقويه اخترتها لان لاحظت ان نمرها في الاختبارات الشهريه مش ولا بد، مش في الكيمياء وبس، في مواد تانيه كتير، مع ان البنت ذكيه ومخها كويس. وحضرتك بتقول ان ملهاش اي اهتمامات تانيه غير دروسها، يبقى ايه السر؟ اكيد في حاجه تانيه في حياتها ملخبطاها. الافضل بقى ان حضرتك تقعد معاها تدور عليها وتعالجها قبل ما تيجي المدرسه هنا عشان تشوشر على بنتك وترمي التهم جزافا على الناس اللي بتحاول تساعدها. انا اسف يا سياده المديره، انا عندي حصه. اتفضل يا استاذ اشرف، واسفين اللي عطلناك. عفوا يا فندم. انت كمان بتعتذري له يا حضره المديره؟ كلام اشرف منطقي ومعقول، واعتقد انك حاسس بوجاهته وصدقه يا استاذ محجوب. انا محتار يا سياده المديره، لكن لنفرض انه مش هو، ضروري في واحد تاني ومن هنا من المدرسه. دي كاتبه بتقول يا استاذ العزيز.
الكلمة دي لها أكتر من مدلول، ومفيش داعي تتسرع وتشوشر على البنت زي ما قال أشرف. أنا هشوف موضوع إيمان بنفسي وهعرف كل حاجة، بس ليا رجاء عندك. اتفضل استريح. تحت أمرك. حضرتك واجهتها بالجواب؟ لا لسه. كويس أوي، أنا مش عايزك تقول لها أي حاجة ولا تغير معاملتك ليها. وبعدين؟ بعد أسبوع تتفضل تشرب فنجان قهوة عندي هنا وأنا هقولك على كل شيء. والله أجرب. وتأكد لو لقيت إن أي مدرس عندي له دخل في الموضوع فهيكون حسابي عسير معاه. أنا متشكر جدا يا هانم، وعارف ومتأكد إن إيمان زي بنتك، وأنا هسيب الموضوع ده بين إيديكي. اطمئن يا أستاذ محجوب، شرفتنا. متشكر جدا. مع السلامة. الله يسلمك. كان ممكن تعملي اللي أنا عملته بدل ما تتسرعي وتقوميه وتخليه يكتب شكوى. أنا لا يمكن أقدر أتعامل بالأسلوب بتاعك ده. عشان كده عمرك ما هتكوني رئيسة مدرسة ناجحة يا زهي. إبراهيم اديني مكتب الخدمة الاجتماعية. سلمى عايزاكي تجيني في مكتبي حالا. كلفتت الراجل بكلمتين وخليته يسحب الشكوى. طبعا ادي السياسه التربويه ولا بلاش. يا منشاوي بيه، المسائل زادت عن حدها، حتى واجباتي كوكيله للمدرسه مش قادره اقوم بيها. انا بقول يعني ان حضرتك بصفتك قائم باعمال وكاله الوزاره ممكن تتصرف. حاضر ماشي هستنى. البركه في سعادتك. مع السلامه يا فندم. صح، هناك فرصة طيبة قبل أن نفاجأ بتعيينها وكيلة للوزارة. ما هو ده الخوف يا أستاذ عبد القوي، افرض عينها برضه ما هتطيح فينا كلنا. أنا بقول برضه ما نقطعش معاها يا أبلة. أيوه، من الأفضل برضه أن نبقيها على شعرة معاوية. شعرة معاوية إيه يا أستاذ؟ أنا لو رقوا حكمة هاشم وكيلة وزارة أنا مش هقعد، هستقيل. وادي الجواب اللي والدها لقاه في الكتاب. عايزاكي تهتمي بالموضوع ده يا سلمى، ده شغلكم الحقيقي مش الكانتين والجمعية التعاونية. والله يا أبلة الحمل علينا تقيل قوي، وكل قوة المكتب أنا واثنين أخصائيات وسعيد، وكنت شرحت لحضرتك المشكلة دي وحضرتك وعدتيني إنك هتكلمي الوزارة والتفتيش يبعتولنا حد. اتكلمت كتير يا سلمى وخدت وعود كتيرة قوي، لكن الظاهر المسألة لازمها قضية ومعركة، ما عنديش مانع وأنا ورايا إيه غير المعارك والقضايا. سيبي أي حاجة في إيدك وانتبهي للموضوع ده. حاضر يا أبلة. وتوليني بالأخبار أول بأول. إن شاء الله يا أبلة. يا أخت على مهلك ملك من السربعة كده. صباح الخير يا أبلة حكمة. صباح الخير يا رجوان. ها عملتي إيه في التحقيق؟ إحنا مش قلنا بقى نهدي الموضوع ونسكت عنه؟ أنا قلت كده في التحقيق والله يا أبلة، أنا قلت بهذا زي أخويا وأنا خلاص مسامحاه. المهم أنا كنت جاي لحضرتك في موضوع مهم قوي. خير يا رجوان؟ الست زاهية تصوري خرجت من عند حضرتك على التليفون. الو يا منشاوي بيه، انت دلوقتي وكيل الوزاره بالنيابه، يعني تقدر توقف حكمه هاشم عند حدها. لازم تعمل حاجه تخليهم ما يرقهاش. رجوات انت جدولك كم حصه؟ ها انا 19 والله يا ابله، والله ده كتير، في مدرسات اوائل عندهم 15 بس. انا شايفاهم قليلين قوي. نعم انا هشغلك طول النهار، هتطلعي من حصه وتخشي حصه عشان تبطلي تلفي في الاوض وتشغلي التيكرز بتاعك في كل اوضه شويه. مارسيل لو سمحتي تجيلي شويه. طب صبرك شويه اعملي معروف يا قبل. انت مش عايزه دروس اكتر عشان تعملي زباين اكتر للدروس الخصوصيه؟ ايه رايك في 10 حصص زياده في سنه اولى؟ ده ملف كامل يا فندم، يحوي بالتفصيل كل ممارسات الست حكمة هاشم. أنا امبارح كنت مع السيد الوزير على التليفون يا بنشاوي، متحمس جدا لتعيين حكمة. سيادتك تمثل سلطة الحكم المحلي، ووزارة التربية سلطة مركزية للإشراف الفني. ومين في رأيك يا بنشاوي لو ما كانتش حكمة؟ من حيث الأقدمية يا فندم في ثلاثة، أنا وست حكمة والست رشيدة نظرة الرمل. وأنت طبعا الوكيل بالنيابة. أنا ملف خدمتي يشهد لي يا فندم، نقي وناصع البياض،
تغيير خبرتي في الإدارة من خلال عملي كمدير عام للتعليم الثانوي. أنا يهمني قيادة متعاونة. وحكمة هاشم أبعد ما تكون عن التعاون يا فندم، وده ملف قدام سعادتك يحوي كل حاجة بالتفصيل. دي بالعكس يا فندم، دي ست مشاكسة جدا ومغرورة. يكفي ما سببته من إحراج لسعادتك أيام زيارة الوفد الأجنبي وبعد حكاية عوض الله الرشيدي. أي والله فكرتني. لا مؤاخذة يا فندم. أيوة يا سر. أنت كلمتك؟ لسه متذاع في موجز 12 دلوقتي. تعديل وزاري يا منشاوي. وزير التربية والتعليم اتغير ومعه 3 وزراء. خسارة، كان راجل كويس قوي. مفاجأة ما كانتش على البال. بس الوزير الجديد كمان كويس. تعرفيه؟ معرفة شخصية لا، إنما أعرف إنه واحد من أفضل رجال التعليم في مصر. يبقى خير؟ خير إن شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا وحصص الست رجوات. انت بتتكلمي جد؟ ده أنا فاكراكي بتقولي كده بس عشان تقرصي ودانها. ما هي القرصة لازم تبقى جامدة عشان تجيب نتيجة. ريحي نهلة شوية وبهيك كمان. 30 حصة في الأسبوع كتير قوي عليهم. تاخدي من نهلة 3 ومن بهيج 2 يبقوا 5، تضيفيهم لرجوات يبقوا 24. أيوة أبلة، بس رجوات دي مدرسة أولى والمفروض. المفروض ده قانون؟ لا بس يعني. يبقى خلاص. واضح كمان ان عندنا نقص في اولى وتانية، يبقى تنقلي حصص رجوات برضو من تالتة لاولى وتانية. يا قبلة رجوات دي مزعجة وشعنونة، هتعمل لنا صداع. اكتب لها جواب رسمي وتبقى تمتنع. مبروك عليك الوزير الجديد يا حكمة هانم. ده امضيته على قرار فصل ريم، لسه ما نشويتش. خير قوي، تعالى. عن اذنكم يا جماعه. اتفضل. اخبارك؟ شيك ب $10,000 وصل في بوسط البنك النهارده ليد الكابتن امجد هاشم. والكعب معايا يا سعاده الباشا. وهي ليه حساب في البنك وعرفنا رقمه ورصيده. كام الرصيد؟ 2527 جنيه. بكره ب 12527. هيحصل يا سعاده الباشا. وتجيب لي الكعب. طب ما انا عندي فكره اجدع يا سعاده الباشا. قول. شيك صادر من سعادتك ب10,000 ينضاف باسمها لرصيدها والكعب معاك. براو عليك. نفس. ايوه يا حكمه، انا بكلمك من مطار القاهره. سافر دلوقتي. لا مش رحله، انا اخدت اجازه شهر. لا الشركة ما تعرفش حاجة، أنا خبيت عليهم وعلى البيت. بتقولي إيه؟ بتقولي إيه يا حكمة؟ أنا مش سامعك. بقولك حليت مشكلة الفلوس إزاي؟ فاعل خير؟ هو ده وقت هزار يا أمجد؟ عايز أعرف جبت الفلوس منين؟ أوعى تكون وردت نفسك كده ولا كده؟ ولاد الحلال كتير يا حكمة. أنا جاني شيك ومعاه جواب من واحد بيقول إنه كان زميلي في المدرسة وإنه عارف مشكلتي. ده أنا كنت فاكره من طرفك. وأنا برضو معايا المبلغ ده كله يا أمجد. مهم دلوقتي الموقف اتحل وخلاص. برضو مش مقتنعة بالحكاية دي. أنا ما عنديش وقت يا حكمة، يا دوبك أدخل. وهتروح تعمل عملية كبيرة كده وأنت لوحدك؟ يا ربنا معايا. ادعي لي يا حكمة. مش هوصيك يا اختي، لو جرالي حاجة خدي بالك من الولاد. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، هتروح وترجع بالسلامة ان شاء الله. اشوفك بخير. امجد انت ليه فكرت ان الراجل اللي بعت لك الفلوس من طرفي هو ما قالش اسمه؟ الو امجد؟ الو سافر يعمل العملية لوحده يا رشيدة. وماله؟ إن شاء الله يعملها ويقوم بسلامة. يعني لو مراته دي كانت بني آدم حاسة بمسؤوليتها وبالراجل اللي بيفني نفسه عشانها، مش كانت تبقى معاه دلوقتي؟
وهتعرف منين وهو مخبي عليها وهو ما بيقولهاش ليه؟ عشان عارفها، عارف انه لو قال لها هتسافر جد عشان تتفسح وتعمل شوبينج. لا ده انت عامله حما بجد. اسكت يا رشيده، ما تتصوريش اخواتي مسببين لي في قلق قد ايه. اما مالكيش حق يا حكمه، محوله هتفضلي شايلة همهم لغايه دلوقتي كمان بعد ما كل واحد فيهم كبر وولادهم بقوا على وش جواز. يا ريتني صحيح اقدر اشيل همهم، على الاقل كنت عرفت ماشيين ازاي وتغيروا لحد فين. يا ترى مين اللي بقى عايز يشيل ويعرفني منين؟ المهم جه في الوقت المناسب بالثانية. تفضل كابتن أمجد. شكرا يا مان. انت عارف يا أمجد لو معايا متأخرش عليك. يا أكرم انت أخويا أقرب إنسان لي. أنا عارف أحوالك المادية كويس، كل فلوسي في بورسعيد. احلف لك بايه؟ بان انا ما اعيش في البيت غير 500 جنيه. يعني ما تقدرش تبعت تجيب من بورسعيد لمسافه ساعه كلها بضايع اخليهم يبيعوها بخساره يعني؟ لا يا اخويا لا، انا ما يرضنيش برضه. كابتن امجد، كابتن حازم عايز حضرتك تدخل الكابينه. حتى وانا في اجازه مش عايزين تعتقوني وعايزين تدخلوني الكابينه؟ لا يا ستي، قولي له يفتح له. براحتك يا ابو. بنقعد شهور واحيانا سنين ما بنشوفش بعض. شهرت مثلا بقى لي سنه ونص ما شفتهاش، مع العلم عرفت انها جت الصيف اللي فات اسكندريه وقعدت شهر ونص مع جوزها وولاده. معقوله ما زارتكيش ولا حتى رفعت سماعه التليفون تسال عليا؟ شهرت دي هي بالذات متربية في حجرك من ساعة ما اتجوزت، وانا كنت معارضة في جوازتها. اخدت جنبه وبعدت. عارفة لو انا حاسة انها سعيدة في جوازتها ما كنتش اتضايقت، انما كونها بعيدة عني كده معناها شيء واحد، انها تعيسة ومكسوفة تواجهني. تبقى عبيطة. طب انت ليه ما تعمليش مبادرة وتروحي تزوريها؟ حاولت في اجازة نص السنة اللي فاتت، كلمتها وقلت لها ان انا جاية لها مصر. عارفه كان جوابها ايه؟ انهم رايحين الاقصر. بعد كده عرفت انها ما خطتش بره القاهره. هتاريكي حاطه همك في شغلك. هو اللي فاضل لي. وبعده يا حكمت. وبعده ايه؟ يعني لما تيجي تطلعي معاش، مين هيملى عليكي دنيتك؟ انا لسه قدامي 6 سنين يا رشيده. أنا فاضل لي سنتين ويمكن أقل. الحكاية دي مضايقاكي؟ ما تتصوريش قد إيه. طب ليه؟ وأنت دنيتك مليانة، عندك ولادك وعندك جوزك. ما عملتش حاجة يا حكمة. طب وهو من إمتى اللي زينا بيعملوا ثروات ولا بيبنوا عمارات؟ أنا ما أقصدش الفلوس، مستورة والحمد لله. أنا أقصد في شغلي. هطلع زي ما دخلت ولا حتى حاسس بيه. انت هتترقي وتمسكي وكاله وزاره وسمعتك ما شاء الله زي الطبل، ويمكن يختاروكي قبل ما تطلعي معاش تبقي وزيره. لكن انا مش معقول يا رشيده، مش معقول انت اللي بتعملي كده. وانت دايما تقولي لي حكمه، انت دايما جد. يا شيخه اسكتي، ايه ده؟ صحيح انا اللي جرالي. وانتي السبب، عكرتي مزاجي بحكايه اخواتك. انا اي امراه واحده. خلاص بقيت انا السبب. لا انا ما اقصدش حاجه، انا اللي بتلكك. انا كنت عايزه اتفشي وخلاص. العمر بيتسرق يا حكمه. ده انا متهيالي متخرجه من الجامعه من سنه ولا من سنتين، مش من 30 سنه واكتر.
متهيألي متخرجة من الجامعة من سنة ولا من سنتين، مش من 30 سنة وأكتر. انت فاهم يا ولد، هتخيل عليا القلعيد بتاعتك دي؟ بصراحه يا جدي دي طريقه باسم في الاحتجاج كده. طيب الليله دي مفيش فيديو، والنوم الساعه 9 بالظبط، ولو اعترضت هتخش سريرك الساعه 7. انا اسف قوي يا حكمه. خلاص يا وجيه انا فهمت اللي حصل. متهيألي قبل ما انزل لازم اكممهم واربطهم بسلاسل. مش هتوصل لكده، وما تضايقش نفسك، بالتدريج هتفهموا بعض وتتحل المشاكل. متهيألي ده مش ممكن هيحصل، أنا لازم أكون واقعي مع نفسي. بصراحة يا حكمة أنا لوحدي مش هقدر. أنا سألت لك على هاوس كيبر ووعدوني إنهم في ظرف يومين ثلاثة هيلاقوا لك واحدة. تقولي طفشوها، هتقولي لي نجيب واحدة تانية، هتيجي التاء أو الطاق ما تستحملش، أعمل إيه أنا بقى ساعتها؟ أخد بالي منهم ولا مين اللي هتخدمهم؟ لا يا حكمة مش هو ده الحل. طب عندك حل تاني يا سيادة القبطان؟ ايوه ومفيش غيره. ايه هو؟ هو صحيح حل ما كنتش اتصوره ابدا، لكن للضرورة احكام. اتجوز. تتجوز؟ هو صحيح الوقت متأخر، لكن قبل كده ما كانش ممكن. كنت هظلم الست اللي كنت هتجوزها، لاني كنت متجوز البحر فعلا اكتر من 6 شهور في السنه وانا عايم. وبيني وبينك، رغم كل البلاد اللي انا زرتها والناس اللي قابلتهم، ما كنتش لاقي الست اللي تقنع عقلي قبل مشاعري وعواطفي. ودلوقتي انا مضطر اودع حياتي العزوبيه والفوضى اللي كنت عايش فيها أكتر من 35 سنة لسببين. السبب الأولاني جزء النسانيس اللي عندي في الشقة دول، والسبب التاني إني لقيت الست اللي كنت بقولك عليها. طب عظيم، مين هي؟ أنت يا حكمة. أنا هعتبر إني ما سمعتش العرض ده يا سيادة القبطان. وأنت سمعت منين؟ نطيت من بلكونتنا لبلكونتها. يا خبر، وفي كان حد شافك؟ كنت أحس بيهم وكنت أرجع بنفس الطريقة. وسمعت جدي فعلا بيقول لها أنا عايز أتجوزك؟ أيوة، وسمعتها كمان بتقول له حتظهرني ما سمعتش العرض ده يا سيادة القبطان. للدرجة دي؟ لدرجة دي مفيدة أساءت تربيتكم؟ يا جدي بس اخرس ولا كلمة. وانت كمان يلا قومي، انت متقاطعة معاه. اقفي جنبه، اقفي انتباه والشكر في الحيط. أنا كنت متصور في الأول إن المسألة مجرد شقاوة، تفاهم إن التفاهات اللي ما تضرش حد. تلبسوا ماسكات، تعلوا الراديو، تتشقلبوا زي النسانيس، لكن إنها توصل لحد جريمة ونط بلكونات والتصنت على اسرار الغير، ده اللي لا يمكن تسامح فيه ابدا.
أنا صحيح ما مرتش قبل كده بتجربة تربية أولاد، لكن أنا برضو مش هغلب فيكم، هعرف أربيكم صح زي ما أنا عاوز، هعرف أعلمكم الأدب، وهبتدي بأول درس النهاردة. أنتم محرومين من المصروف، ومفيش فرجة على التلفزيون ولا على الفيديو. يا جدي وانا ذنبي ايه؟ انت متقاطعه معاه والظلم يا عم. يلا اتفضلوا على سرايركم، مش عايز اسمع نفسك. وايه ده؟ هو فاكرنا بخار على المركب بتاعته؟ طيب انا من بكره هعلن الاضراب عن الطعام. وانا كمان من بكره هعلن الاضراب عن الطعام لغايه ما يرفع العقوبات اللي وقعها علينا. وهو معقولة تصومي ده كله وتفطري على بصلة؟ بصلة ايه يا ام جابر؟ القبطان وجيه راجل محترم، يعني لو الفكرة وردة اصلا ما كنتش حلاقي افضل منه. معرفش انا مش هضمها. وهو حاسس. اهلا يا سيف. لا لسه ما كلمتهاش. طب ليه الاستعجال؟ لا هكلمها لما يجي الظرف المناسب. لا ابدا ما فيش حاجه، مع السلامه. ايه حكايه الجدع ده؟ تيه 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 تقى الو حكمة هاشم اللي بتتكلم يا فندم. اهلا بحضرتك، ممكن اتكلم مع تقى من فضلك؟ مساء الخير يا تقى. اسمعي، عايزاكي بكره الصبح تجيبيلي عنوان واسم جوز اخت سيف بالظبط. لا يوم الجمعه ناوي اعمل زياره للمنوفيه. هنا من فضلك نسأل الراجل ده لو سمحت. من فضلك سلام عليكم. أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ترى تعرف الحاج عبد السلام حجاب؟ عبد السلام حجاب؟ ايوه عرف، لكن مين قالك ان هو حاج؟ هو حضرتك من الشؤون الاجتماعية؟ اتفضل يا ست هان. حضرتك اخت الاستاذ سيف؟ ايوه ست هانم اتفضل. وده جوزي عبد السلام. اهلا يا استاذ عبد السلام. بقاله 6 سنين بعد عنك، لا بيسمع ولا بيشوف. اتفضل يا ست هانم. لا مؤاخذه في السؤال، انتوا عايشين منين؟ الحمد لله انا وعبد السلام بنقبض من الضمان الاجتماعي، وسيف الله يستره بيبعت حواله ب25 جنيه لمراته كل شهر. سيف متجوز؟ معلوم، وعنده عيلين ومراته ساكنه معانا هنا. اما قوم اندها اسلم عليكي. يا سمية. نعم يا خالتي. تعالي سلمي على ضيفه من طرف الاستاذ سيف. كانت بتشتغل مدرسه، اصل معاها دبلوم، بس سيف قعدها في البيت. تعالي سلمي. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. متشكر. دقيقة واحدة والهنم هتكون موجودة. شكرا. مساء الخير. اهلا. مساء النور. صدفة دي ولا مترتبة؟ هي أنا مش عارفة حاجة. هي إيه الحكاية؟ ما تصبري بقى بحاجة ما تجاوب تعرفي منها. أنتوا بتتوشوشوا كده ليه؟ شكلكوا كأنكوا بتدبروا مؤامرة. هي فعلا مؤامرة. أهلا يا سيادة المديرة. أهلا بيكوا، اتفضلوا استريحوا. إيه يا هيا؟ ما بتجيش تزوريني لوحدك، لازم أبعت لك مرسال.
لا والله ابدا يا ابله حكمه، انا بس مش بحب اذك حضرتك من غير مناسبه. وهي المناسبه جت طبعا. انت الوحيده اللي مش فاهمه ليه الاجتماع ده. فعلا انا لسه كنت بسال تقى ايه الحكايه. الاستاذ سيف لجأ لي ولجأ لتقى عشان نقوم بدور بينكم. الظاهر ان العلاقه بينكم بتمر بمرحله حرجه ومحتاجه الوساطه. ايه ده يا استاذه؟ تداير بحكايتنا عن الناس؟ انا اسفه ابله حكمه، انا ثقتي بحضرتك ملهاش حدود، وتقى اكتر من صديقه، لكن المساله مساله مبدا. بلاش نضحك على بعض يا هيا، احنا فعلا محتاجين لصديق مشترك يقف معانا ويساعدنا في حل خلافاتنا. يبقى نتفق على ده ونختار الصديق ده احنا الاثنين، ونروح احنا الاثنين، مش واحد لوحده يروح ويتكلم. كنت واثق انك هترفض الاقتراح ده، وفي الوقت نفسه ما كانش فيه حل تاني قدامي. هيا رافضة تتجوز قبل ما اطلق بنت عمي اللي كاتب عليها واوريها قسيمة الطلاق، وفي الوقت نفسه ما اقدرش اخد الخطوة دي وبسهولة، لان الحاج عبد السلام ابن عمي راجل شديد جدا ومتعنت، ولو طلقت اخته هيحس بالاهانه، وهيكون رد فعله انه هيطلق اخته ويرميها باولادها في الشارع. يعني المساله محتاجه وقت ومرونه وصبر. ايه يا هي؟ ما تخليكي مرنه وصبوره. مرنه وصبوره يعني ايه يا ابله حكمه؟ ده احنا بقالنا سنتين ومفيش اي حاجه بتتحرك ولا حتى بوادر حل. وبعدين انا ما اقدرش افضل مخبيه على اهلي، وما تعودتش اكذب، وما احبش اعمل حاجه في السر. هي كمان عندها حق يا سيف. طب والحل يا ابله؟ أنا عن نفسي مستعد أنفذ كل اللي حضرتك تشوفيه. إيه رأيك يا تقى؟ عندك حل للموقف المعقد ده؟ الحل واضح ودغري. سيف يروح يزور الحاج عبد السلام مع عبد الحكمة في البلد. إيه؟ أنا ما عنديش مانع. لا مستحيل مستحيل أعرض حضرتك لموقف سخيف بالشكل ده. أصل حضرتك ما تعرفيش عبد السلام ابن عمي. ده راجل شراني ومتخلف وما عندوش تفاهم. ما تخافش، أنا أعرف أكلم كل واحد حسب عقليته وظروفه. لا أنا آسف ما أقدرش. بالظبط ما تقدرش، دي الكلمة الوحيدة اللي أنا مصدقاك فيها. أنا حوفر عليك وعلى نفسي المشوار. الأستاذ كذب في كل اللي قالهولك، جوز أخته ضرير وغلبان ولا حول له ولا قوة، والأستاذ عنده عيلين والتالت جاي في السكة. نفسي وفي حياتي ما حدش له حاجه عندي، ومش من حق اي حد انه يتدخل في خصوصياتي. قام اتجوز وخلف، عاجبك عاجبك مش عاجبك عندك. انت اتجننت ولا ايه؟ مش هي بس اللي انخدعت فيك، انا كمان انخدعت فيك، والمدرسين زبايلك والمدرسات والبنات اللي بتدرس لهم. ازاي بقيت مدرس؟ ازاي بتربي وانت كذاب؟ لازم تتربى الاول عشان تعرف تربي. فاقد الشيء لا يعطيه يا استاذ، فاقد الشيء لا يعطيه. اسمحي لي يا سياده المديره. امشي اطلع بره. حضرتك فين؟ انا اسمع اللي حاصل ده. امشي اطلع بره بره. استنى، بكره الصبح عاوزاك في مكتبي، واوعى تدخل اي حصه من الحصص، فاهم؟